فاللي هي بتقوله ده غلط ماشي. وبعدين احنا نرجع للقران، القران فيه كل حاجه ماشي، فيه اساليب تخلي الواحد اللي هو مثلا اصل دي سنه، سنه الحياه. معلش الكلاب ما بتعمل كده والقطط بتعمل كده، هل اتفرجوا على افلام؟ هل الكلاب والقطط اتفرجوا على افلام؟ انا عايز اسال السؤال ده، هل الكلاب والقطط اتفرجوا على الافلام دي؟ لا طبعا، لا طبعا، تضرب بالنار بقى علني اهو، تضرب طبعا بالنار. ايه اللي شبابنا يبوظ وكده؟ ما هو ده الفساد اللي بوظ الناس وبوظ الشباب. الشباب في زمان كان اخلاق وقيم وكده، دلوقتي ما عادش في الكلام ده، بس فيه برضه لسه. يعني مش ممكن احنا بلد اسلاميه يعني ولا اي ديانه تسمح بحاجه زي كده؟ يعني ازاي عايزه يعني مش عارف اقول لك ايه يعني. لا طبعا ما ينفعش، ما ينفعش، والف لا طبعا. والله هو الحقيقه في الفتره اللي فاتت في مجموعه كبيره من الفنانين ومن مش الفنانين بس، مجموعه كبيره من اصحاب الراي عموما والنخبه في المجتمع المصري بيحاولوا يروجوا لفكره يعني الدعاره المقنعه، انا اسف في التعبير بس هي دي الحقيقه يعني اللي لازم اقولها. ومش عارف ايه الهدف من ده يعني. وكتير زي من الشباب اللي في سني واللي اصغر مني محدش فاهم ايه الفكره من ترويج الاتجاه ده بالذات في المجتمع المصري. انا واحد من الناس رافض الموضوع شكلا وموضوعا يعني. لا طبعا ما يصحش ان هي تقول كده طبعا، ولا الشباب تتفرج على حاجات من دي اصلا. مش ممكن، مش ممكن. الكلام ده غير مظبوط جدا خالص، لان الممثله انت صار بتتكلم عن جهل وعدم معرفه. واذا كانت هي بتحب انها تتفرج على الحاجات دي، دي حاجه تخصها هي. لكن احنا لو اتكلمنا على الموضوع دوت علشان ازاي تعليم ممارسه الجنس، دي حاجه تانية خالص. اولا دي غريزه جوه الانسان، الطفل بيولد بيها مش لسه هيتعلمها، تمام. واذا كان في بنتعلم الثقافه الجنسيه في، دي شيء مختلف عن اللي هي بتتكلم فيه. اللي بتتكلم فيه دي حاجات اباحيه بالفن الاباحي اللي نازل اليومين دول اللي احنا بنتفرج عليه.